اعتقلت الأجهزة الأمنية في بلدة الصريح في محافظة إربد 12 شخصا وضبطت سلاحا ناريا على خلفية مشاجرة اندلعت يوم أمس، قتل على إثرها شخص وأصيب 5 آخرون. مصدر أمني أوضح أنه وبعد فض المشاجرة ونقل المصابين إلى أحد المشافي لتلقي العلاج، عادت المشاجرة لتتجدد بعد أن تمكن أحد الأشخاص من ذوي المتورطين من الدخول إلى المستشفى والاعتداء على الممتلكات العامة. وعليه فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة ونشرت قواتها في بلدة الصريح وفي مستشفى الملك المؤسس للحيلولة دون تفاقم الموقف. وفي إطار محاولات التهدئة تم التوافق على عطوة أمنية برعاية محافظ إربد لمدة 3 أيام. وللإطلاع أكثر على الأوضاع في بلدة الصريح في محافظة إربد ينضم إلينا من هناك مراسلنا حمزة الشوابكي. حمزة، كيف هي الأوضاع بعد فرض الأجهزة الأمنية المعنية طوقا أمنيا في محيط المنطقة وبعد أخذ عطوة أمنية؟ مساء الخير لنا ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. نحن الآن متواجدون في بلدة الصريح في محافظة إربد شمال المملكة، حيث شهدت هذه البلدة مساء أمس مشاجرة بين عشيرتين. على إثر هذه المشاجرة تم تبادل إطلاق النار، وخلفت هذه المشاجرة اعتقال 12 شخصا وإصابة آخرين ووفاة واحدة من هؤلاء الأشخاص المشاركين في هذه المشاجرة. ونحن الآن متواجدون وسط هذه البلدة، بلدة الصريح. هناك هدوء تام في هذه البلدة حاليا، هناك تواجد أمني كثيف لقوات الدرك والأمن العام. أيضا شهدنا بعض إغلاق بعض المحال التجارية بسبب خوف أصحابها عليها من التكسير، حيث تعرضت مجموعة كبيرة من المحال التجارية إلى الحرق والتكسير هنا في بلدة الصريع. إليكم بعض اللقطات ننقلها لكم من داخل هذه البلدة. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام وزميلنا لنا في الاستوديو، هنا باتت الحياة طبيعية ورجعت إلى حالها الطبيعي في بلدة الصريح.